صلاة إلى مريم. أيتها العذراء، كما شاركت ابنك أحزانه وألامه وحياته كلها، تعطفي وانظري إلى أحزان بشريتنا وألامها، تحنني على ألامنا واشفعي في غفران خطايانا، وانظري بعطف إلى أولئك الذين هم في ضيق أو شدة، الذين هم اليوم بدون مأوى ولا بيت ولا طعام، مرضى متعبين مشردين. انظري بعطف إليهم أيتها الأم، يا أم النعمة الإلهية، يا من آمنت بالله الآب إيمانا قويا بأنه قادر أن يغير حياة الإنسان، يا من اتحدت بالمسيح بحب لا نهاية له. أفيضي علينا من نعم صلواتك، لأننا نؤمن بأن الرب يستجيب كل توسلاتك من أجلنا ومن أجل أولئك المشردين. أعطينا دائما أن نكون في حضرة الرب الإله كما كنت أنت، متأملين في رحمته ومحبته لنا. يا أمنا العذراء، أوصلي صوتنا إلى رب الإله لكي يكون معنا ويقيمنا إلى حياة أفضل، فهو المبارك والممجد إلى أبد الآبدين. آمين.